خلاص انا عندي قصه براي في نفسي بحكيها لك. يعني انا فعلا بملاريا عندي ولدين، بنت وولد، مرضوا يعني شفت كيف. وكل اللي يعلم الخالق ما كان عند اي حاجه. المره شالتهم وذكرتهم العياده، بعدين الناس العياده معنا شنو ركبوا فيهم دربات، يعني دربات، بعدين الدربات انا قايل ما لقوه درب يعني بانفه، يعني الجنة درب بانفه. قالوا لي اشتري له الشيء الفلاني والشيء الفلاني. انا حسي مشيت عشان القى سلفيه وخابصت بجاي، ما لقيت السلفيه، ما لقيت السلفيه. جيت جبت كيف حتى البرتقال اللي اشتري بها ما لقيتها. خلاص جيت راجع في الاولاد وقعدت جنبهم، شفت الاولاد بس يعني بيصرف عينهم، يعني يصرف عينهم وحمه فيهم شديده، ومركبين فيهم درب، درب بتاع مديده فينا، درب بتاع مديده مو درب بتاع لا لا بتاع الملح واي حاجه، درب بتاع مديده. في النهايه لما انا تاني عشان ما اشوفهم قبضت في السوق ده ما لقيت حاجه. اولادي تب، لما جيت ارجاني الجنا ميت. تاني قبضت بالليل، قبضت في السوق عشان القى حاجه امسك في خشم ان شاء الله يبل ريقه بعد يموت. ما لقيت، ارجاني ميت. شلت الجنازه والبنت خليت معها المراه، وانا شلت الولد جنازه ميت، شلت جبته هنا جاي. جيت مشيت معناته خطيت هنا، خليت معه زول عشان يسلف التوب اللي بنلف فيه ده، لقيته سلفني ليه واحد، ما لقيت منه برتقاله لكن سلفني التوب. ثاني معناته شنو لما رجعت عشان اعرف حال البت، البت ارجتني ميته، شلنا البت يوم واحد كلهم معناته شنو بت بات هنا بس. شفت كيف رقدتهم هنا كل انا مو باكل، المرأة مو ماكلة، الأولاد التانيين مو ماكلوا. الحمد لله رب العالمين، صبيحة بكرة يعني أنا شلت الهدام اللي بيلبسوه، شفت كيف ناقمت الناس، أنا براي عيان ناقمت الناس وشالهم ودهم المقابر. هذا الشيء أصعب شيء قابل ليوم الليلة، ليوم الليلة. أنا ما أشوف البت بتفتح خشمة للموت يعني ليوم الليلة بتذكر. ده هو الشيء اللي قابلني، ويحصل كل إنسان ممكن قابله ده بيقابل أي شيء.